بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أحييكم بمدرسة دار الثقافة الأهلية للصف الثالث متوسط. درس اليوم له وهو الدرس الأول والوحدة الأولى. درس اليوم هو الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر لا يتم إلا بمعرفة أربعة أمور تسمى مراتب القدر، ولا يتم إيمان العبد إلا بتحقيق الإيمان بها جميعا، لأن بعضها مرتبط ببعض، ومن أنكر واحدة منها اختل إيمانه بالقدر. تعريف الإيمان بالقدر: القدر هو علم الله تعالى بالأشياء قبل حدوثها وكتابته لذلك في اللوح المحفوظ، ومشيئته وخلقه لها. ثانيا، وجوب الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر واجب، وهو ركن من أركان الإيمان الستة. لا يصح إيمان أحد دون أن يؤمن به. ومن الأدلة على ذلك: واحد، قال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. ثانيا، قال الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، يعني قضاء مقضيا لا بد من وقوعه. ثالثا، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث جبريل عليه السلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقضاء خيره، تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. ما حقيقة الإيمان بالقدر؟ حقيقة الإيمان بالقدر أن نعتقد أن الله سبحانه عالم بما سيعمله العباد قبل أن يخلقهم، وأنه كتب ذلك عنده، وأن أعمال العباد خيرها وشرها مخلوقة لله عز وجل، واقعة بمشيئته، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. مراتب القضاء والقدر: للقضاء والقدر أربع مراتب، وهي: الأولى العلم، ومعناها الإيمان بأن الله بكل شيء عليم، وأنه قد علم ما يكون قبل وقوعه، وأنه علم بأعمال الخلق قبل خلقهم. والدليل على قوله تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نشاط رقم واحد. اذكر آية أخرى تدل على علم الله سبحانه وتعالى. الآية: يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. المرتبة الثانية وهي الكتابة، ومعناها الإيمان بأن الله سبحانه كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ، والدليل قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم، بمعنى جماعات متجانسة في الخلق والرزق. إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. الكتاب ألا وهو اللوح المحفوظ. نشاط رقم اثنين: بالرجوع إلى أول سورة ياسين، استخرج آية تدل على مرتبة الكتابة، ألا وهي آية: إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، كل شيء أحصيناه في إمام مبين. المرتبة الثالثة ومعناها الإيمان بأن جميع ما يجري في هذا الكون واقع بمشيئة الله تعالى، والدليل قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه وهي المرتبة الثالثة وهي المشيئة. المرتبة الرابعة ومعناها وهي الخلق، معنى الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد كلها خيرها وشرها، فلا يقع شيء في هذا الكون إلا والله هو الذي خلقه ودبره، والدليل قوله تعالى: الله خالق كل شيء. مراتب القدر أربعة، ألا وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، كما بينا في السابق. اكتب معنى كل مرتبة بعبارة من عندي. واحد، العلم هو إثبات علم الله الأزلي بكل شيء، فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، بكل شيء قدير، وأن كل شيء على الله يسير. الكتابة هي كتابة الله تعالى لجميع الأشياء في اللوح المحفوظ، ما كان وما سيكون، يعني مستقبلا. ثالثا، المشيئة النافلة لا يردها شيء، ولا وقدرته التي لا يعجزه شيء فيها. رابعا، الخلق وهو التصديق الجازم بأن الله هو الموحد الأشياء كلها، وأنه خالق وحده. متى كتب الله المقادير؟ كتب الله مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، بما يقارب خمسين ألف سنة. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
كتب الله مقادير الخلاق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وعرشه على الماء. هذه مراجعة سريعة للدرس. ما تعريف القدر؟ هو علم الله تعالى بالأشياء قبل حدوثه وكتابته لذلك باللوح المحفوظ ومشيئته وخلقه لها كما ذكرنا في السابق. ما حكم الإيمان بالقدر؟ هو واجب لا شك في ذلك. الدليل إن كل شيء خلقناه بقدر. السؤال الثالث، ما حقيقة الإيمان بالقدر؟ حقيقته هو أن نعتقد أن الله عالم بما سيعمله العباد قبل أن يخلقهم، وأنه كتب ذلك عنده، وأن أعمال العباد خير وشر مخلوقة لله واقعة بمشيئته، فما شاء كان ولم يشئ وما لم يشئ لم يكن. السؤال الرابع، أعدد مراتب الإيمان بالقدر. مراتب الإيمان بالقدر ألا وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. السؤال الخامس، استدل بدليل من القرآن الكريم على مرتبة الثانية والرابعة. الدليل على مرتبة الثانية قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم من أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. والدليل على مرتبة الرابعة، المرتبة الثانية ما هي؟ المرتبة الثانية هي الكتابة، والرابعة وهي الخلق. والدليل على مرتبة الرابعة ألا وهي الخلق، الله خالق كل شيء. السؤال الأخير، متى كتب الله المقادير مع الدليل؟ كتب الله مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلاق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وقال وعرشه على الماء. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد.